إذاعة زدن العلمية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فإننا نذكر أنفسنا بأعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، وهي نعمته علينا بدين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا دينا وكمله، ولم يجعل فيه حرجا علينا، ولله الحمد والمنة، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فرض الله عز وجل فيه الفرائض وأوجب الواجبات وشرع الشرائع، وكلها خير على هذا الإنسان إذا امتثل واتبع هذا الدين ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته خالصاً لله تعالى ومتبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى بأسباب السعادة في الدنيا وفي الدار الآخرة، فنحمد الله عز وجل على ذلك ونشكره على نعمه المتوالية العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الفقه فيه والثبات عليه والدعوة إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، من محاسن هذا الدين وفضائل هذا الدين أن أمرنا بالاجتماع والألفة والمحبة فيما بيننا والأخوة الإيمانية حتى نعيش سعداء، يحب بعضنا بعضا، ويتحسس الإنسان لإخوانه وما هم عليه، وبهذا تكون المجتمعات مطمئنة إذا سادها الإخاء وكانت المحبة فيما بينهم على أساس طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، سعدوا في دنياهم وفي برزخهم وفي آخرتهم. أمرنا الله بالثبات على الصراط المستقيم، وأن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي علينا أن نتمسك ونعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداء هذا الدين من قديم يحاولون بشتى المحاولات لكي يضعفوا المسلمين ويفرقوهم ويتغلبوا عليهم، وكم فعلوا من الأمور من أعداء الإسلام من قديم ومن حديث، فعلوا أشياء كثيرة لأجل هذه الأغراض منهم المذمومة، ومن ما فعلوا أن أوجدوا جماعات وأحزاب مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالفة
لما كان عليه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ومن تلكم الجماعات المنحرفة جماعات الصوفية. هذه الجماعات جماعات متعددة، ولكن تطلق عليها المتصوفة. حدثت هذه الجماعات بعد القرون المفضلة، فهي مذاهب هدامة وطرق منحرفة وضعها الأعداء لمحاربة الإسلام وأهله. لهم عقائد باطلة، المتصوفة لهم عقائد باطلة ومناهج مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي التحذير من جماعات الصوفية وطرق الصوفية، ولا يستهان بها، فهي أحزاب منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، ينبغي التحذير منها. حتى ولو لم تكن موجودة ينبغي الحذر من الشر ومن أهله، ويبين للناس خطره وسوء عاقبته. بلادنا ولله الحمد بلاد الكتاب والسنة، وعلى منهج أهل السنة والجماعة يكثر الأعداء ضدها لأنها ثابتة على هذا الأساس. ومن جملة الأعداء هذه الطرق الصوفية والفرق الصوفية المتعددة، وكلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن من المتصوف الغلاة ومنهم دون الغلاة. المتصوف لهم أساليب في الناس، يقسمون المجتمع المسلم إلى قسمين أو صنفين: أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر وهم عامة الناس، والقسم الثاني أو الصنف الثاني أهل الحقيقة ويسمونهم أهل الباطن وهم خاصة الناس، وكبارهم في هذه الخاصة يسمون خاصة الخاصة. فهم طرق متعددة بعضها أشد من بعض. من أساليبهم أن العلم عندهم ثلاثة علوم: علم ظاهر يكون للناس يعلمه العالم للناس، وعلم باطن ويكون لأهل العالم وخاصته ما يخرج عنه، وعلم يكون بين هذا العالم وبين ربه فقط. أيضا مما يتصفون به أنهم أهل تقية، والتقية عندهم واجبة وهي التظاهر بالإسلام وبشرع الإسلام وإخفاء العقيدة الصوفية إلا لأهلها، ما يبثونها ولا ينشرونها إلا لأهلها.
من صفاتهم أن لهم مريدين، لهم مريدين وطلاب وتلامذة يوافقونهم في كل معتقداتهم، كل تلميذ وكل مريد يستسلم لشيخه ويعتقد ما يعتقده ويسلم لما يقوله ولا يعارضه حتى ولو كان مخالف للكتاب والسنة. فيقولون يكون المريد والتلميذ أمام شيخه الصوفي كالميت بين يدي من يغسله، يحركه يمينا وشمالا ولا يعارضه. هذه من أساليب التصوف. من عقائد المتصوفة يقولون بوحدة الوجود. معنى وحدة الوجود عندهم أي أن العالم كله هو الله، فلا فرق بينهم، بين الله وبين العالم. تعالى الله عن ذلك، وهذا كفر بالله أشد من كفر اليهود والنصارى. ومن عقائدهم هؤلاء الغلاة منهم، ولا يستهان بأي طريقة من طرق الصوفية. يزعمون أن محمد عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى رتبة الأولياء، فالولي عندهم مقدم على النبي، كما قال أحد زعمائهم: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحلهم، دخلوا البحر والنبي ما استطاع أن يدخل. ومنهم من يزعم ويغلو في محمد عليه الصلاة والسلام، فيزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبة الكون، وكل الكائنات عنده خلقت من نوره. ومنهم من يستشفع ويتوسل بالأولياء والصالحين ويبنون على قبورهم قبابا ومباني ويطوفون بها ويستشفعون بأصحابها ويذبحون وينذرون، يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وهذا هو كثيرا شائع، شاع كثيرا في كثير من البلدان. تجد أن المتصوفة تدعم هؤلاء القبوريين، تغلو في أصحاب القبور وتبني عليها المباني والقباب، ومعلوم أن البناء على القبور أمر محرم في شريعة الإسلام، ولا يطاف بأهلها ولا يستنجد بهم ولا يستغاث بهم ولا يدعون، إنما يصلى على الميت ويدعى له وتزار القبور الزيارة الشرعية. أما المتصوفة فهم غيروا الزيارة الشرعية وغيروا ما ينبغي أن يكون في القبور، وبنوا عليها قبابا ومباني وستورا، وصرفوا لها أنواعا من العبادة، فصار عملهم شركا بالله عز وجل. ومن عقائد الصوفية في الأولياء يرفعونهم فوق الأنبياء، فيقولون أولياؤهم وزعماؤهم أرفع من الأنبياء، أو أنهم يساوونهم بهم، ويسمون الأولياء منهم بالأقطاب والأبدال، يقولون يحفظون هذا الكون. قبحهم الله. ويرون أن الولي منهم تسقط عنه التكاليف الخاصة، خاصة الخاصة منهم من مشايخهم وزعمائهم تسقط عنه التكاليف الشرعية، فلا أوامر عليه ولا يترك فعل النواهي، بل يترك الواجبات والفرائض ويقع فيما أراد من المحرمات.
فيترك الصلاة ويترك الحج والصيام وغيرها ويقع فيما حرم الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الزنا والخمر والربا وغيرها من المحرمات. يستبيحون المعاصي، نسأل الله العافية. من عقائدهم الباطلة يقسمون الذكر إلى ثلاثة أقسام: لا إله إلا الله، يقولون هذا للعام، الله الله فقط هذا يقولون للخاصة، هو هو بالضمير هذا يقولون قول خاصة الخاصة، وهذا تقسيم باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سموا الله بأسماء ما سمى بها نفسه، مثل هو هو. ومن طقوسهم الفاسدة رقصهم في المساجد، يذكرون الله ويصفقون ويرقصون في بيوت الله، حتى يذكر أن امرأة دخلت في الإسلام فدخلت إلى مسجد فوجدت جماعة منهم يذكرون الله ويرقصون، فسألوها ماذا رأيت؟ فقالت رأيت كذا وكذا في المسجد، فإن كان هذا هو الإسلام فلا فرق بينه وبين دينه. انظر ما عرف في الإسلام هذا العمل من الصوفي الذي تعمله هذه الفرقة الضالة. وهم من طقوسهم الأذكار، يستعملون معها الطبول والكلمات والأغنيات والرقص، وهذه أمور، ويتمايلون ويصفقون ويذكرون الله بأذكار لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فينبغي علينا جميعا كطلاب علم وعلى المسلمين أن يحذروا هذه الجماعة الصوفية. كل الجماعات الصوفية كلها شر وكلها ضلال، لأنها مبنية على مخالفة الكتاب والسنة وعلى الأمور المبتدعة التي ما عرفها أسلافنا الصالحون رضي الله عنهم، فهي لا تأخذ دينها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعقائدها الباطلة مضادة لتوحيد الله الخالص، وسمعتم بعض شركياتهم من طوافهم بالقبور وطلبهم من أصحاب القبور جلب المنافع ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله، والذبح والنذر لهم وغيرها من أنواع صرف العبادة لغير الله عز وجل، تدعو إلى الغلو في الأولياء في الصالحين، تدعو إلى عبادة غير الله. وكم في ديار من المسلمين، كم فيها من هذه الأمور من القبور التي تعبد من دون الله عز وجل. نحمد الله عز وجل أن طهر بلادنا من هذه الشركيات، وهذا بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله، رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. نحن في خير ولله الحمد، بلادنا وولاة أمرنا وعلماؤنا يحاربون هذه الفرق المخالفة لأهل السنة، لأنها تريد أن تحل البدع محل السنة، تريد هذه الفرق المتصوفة أن يحل الشرك محل التوحيد، ولكنهم لا يفلحون بعون الله تعالى.
ثم بمواصلة الجهود. لابد من طلبة العلم أن يكون لهم اهتمام واجتهاد في هذا السبيل من تعلم العلم الشرعي والتزود منه والاستمرار فيه والعمل على نشره وتعليم الناس له، فالناس في حاجة إلى تعليم العلم الشرعي. لا نقول الناس اليوم لا يحتاجون، العلم منتشر ولا حاجة لهم، أبدا. كلما تأخر الزمن كلما كان الناس للعلم أحوج وأشد حاجة. وانظر لنفسك، أنت تجد أنك بحاجة إلى التعلم يوما بعد يوم، خاصة أمام هذه الفتن وأمام هذه الطرق المنحرفة، ومنها طرق الصوفية التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة الذي تسير عليه هذه البلاد ولله الحمد والمنة منذ أن أسست، ولا زالت ولله الحمد. وفي هذا العهد الزاهر المبارك، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لا يزال الخير ولله الحمد، العلم منتشر وفتح حقوله منتشرة وفي سعة ولله الحمد. ونجد محاربة هذه الفرق، نجد البلاد كلها تهب ضد هذه الفرق المنحرفة لكي يبقى الأمن ويبقى الأمان والإيمان والسنة باقية في بلادنا. يجب أن نشارك وأن نتعاون مع ولاة أمرنا في هذا السبيل حتى يبقى الخير الذي نحن فيه ولله الحمد والمنة. هذا واجبنا جميعا وواجب المسلمين في كل مكان، أن ينصروا توحيد الله الخالص وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهموا السنة ويؤمنوا بها ويعملوا بها وينشروها في كل مكان. هذا الدين للأمة كلها، ليس لفئة خاصة ولا لبلد، بل للأمة جمعاء، من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، للعرب وللعجم في كل بلد. يجب عليهم أن يتحاكموا إلى دين الإسلام وأن يتبعوا دين الإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن الكريم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويعملوا بها ويحكموها ويطبقوها في حياتهم كلها، في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المساجد وفي كل مكان، صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمر من الأمور. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، يجب أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره على هذه النعم التي نعيشها، وأننا نشأنا في هذا البلد المبارك، بلد العلم والعلماء، بلد التوحيد والسنة، بلد الأمن والأمان، بلد الخيرات التي نعيشها. انظروا النعم التي نعيشها من مآكل ومشارب ومساكن وخيرات لا تعد ولا تحصى بفضل الله عز وجل، ثم بجهود ولاة الأمر وقيامهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجني هذه الثمار الطيبة، نسأل الله أن يتمها نعمة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الفرق الصوفية تنشر السحر والشعوذة، من أعظم أهدافها أنها تعمل على نشر السحر وإحلال السحر حتى تفسد الأمة، لأن السحر أمر خطير إذا وجد في المجتمع، يفرق بين المرء وزوجه وبين الإبن وبين أبيه وبين الإخوة، ويجعل الناس متشتتين، والسحر ينهبون الأموال من الذين يأتونهم، فحذار أن يؤتى السحرة، كل ما يعمله السحر باطل. إذا سحر الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله ويعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعمل الدواء الشرعي من الرقية المشروعة والدعاء
يلجأ إلى الله عز وجل، ولا يلجأ إلى ساحر ولا إلى كاهن ولا إلى مشعوذ. هؤلاء يفسدون عقائد الناس من السحرة والمشعوذين والكهان. ينبغي أن نحذرهم وأن نعلم أن من طرق الصوفية نشر السحر والشعوذة في مجتمعات المسلمين. تركوا السنة، المتصوفة تركوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما سار عليه سلفنا الصالح من الذكر المشروع، الأذكار الواردة، أذكار الصباح والمساء، أذكار ما بعد الصلاة. تجد المتصوفة بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة كل واحد يتمتم بكلام ويتمايلون، تجدهم أهل ذكر جماعي، واحد منهم يقول لا إله إلا الله يردد معه البقية لا إله إلا الله. هذه من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. والرقص في المساجد والذكر بعد الأذان، الذكر غير المشروع، يتمايلون ويذكرون أذكارا لم ترد في الكتاب ولا في السنة. من أخطر طرق الصوفية وأهدافها أنهم لا عناية لهم بالعلم الشرعي، لا يحثون الناس على الجلوس في حلقات العلم الشرعي، بل ينفرون الناس من حلقات العلم الشرعي ومن علم الكتاب والسنة، ويحثون الناس على لزوم من؟ لزوم حلقات مشايخهم وزعمائهم الذين يفسدون ولا يصلحون. فكل طريقة صوفية لها شيخ ولها زعيم، يعمل المريدون والطلاب والتلاميذ له ما يشاء، لا يخالفونه، يسمعون له ويذعنون، يمتثلون أوامره، يجتنبون نواهيه. وأوامره ونواهيه ليست مستمدة من العلم الشرعي، ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنحذر أيها الإخوة، لنحذر هذه الفرق ولنكن منها على حذر ونحذر منها. لا يؤمن من الشرع أن يؤتى. كثير من الفرق أتت إلى بلادنا ولم تكن من قبل، كفرقة الإخوان المسلمين وفرقة التبليغ والدواعش وغيرها من الفرق المخالفة، ما كانت موجودة لكنها وفدت. نخشى أن تفد هذه الفرقة وهذه الجماعة الصوفية. ينبغي علينا أن نكون أهل علم وأهل فكر طيب مستمد من الكتاب ومن السنة، حتى نواجه هذه الفرق المخالفة وهذه الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة بالعلم الشرعي وبالدليل الشرعي. ومن مفاسدهم تفريق المسلمين، وهذا واضح. ولذلك ارتاح الأعداء، لأن المتصوفة وفرقها فرقت المسلمين، كل جماعة لحالها، وكل فرقة تأخذ بزعيمها وتعادي الأخرى. وهكذا حصلت الفتن بين المسلمين، وحصلت العداوات، وحصل القتل، وحصل الشر الكثير. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من هذه الشرور ومن هذه الفتن. أختم كلمتي هذه بما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الصوفية. يقول: الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم. إمام من أئمة العلم رحمه الله. ويقول رحمه الله: الصوفية فرق كثيرة لا تحصى، وفي بعضها كفر عظيم وشر عظيم، حتى يرى بعضهم أن الواجب اتباع هذا الشيخ، وإن خالف هذا الشيخ وأن من خالف هذا الشيخ فهو باطل وإن كان في القرآن والسنة. يقول رحمه الله: الصوفية فرق كثيرة لا تحصى،
وفي بعضها كفر عظيم وشر عظيم، حتى يرى بعضهم أن الواجب اتباع هذا الشيخ، وأن من خالف هذا الشيخ فهو باطل وإن كان في القرآن والسنة، فالواجب اتباع هذا الشيخ، ضل أو اهتدى، وهذا كفر وضلال، نعوذ بالله من ذلك. وهناك من يقول منهم، الكلام للشيخ رحمه الله، وهناك من يقول منهم وهو كثير مما ينقل عنهم، أن الواجب على هذا التلميذ أمام هذا الشيخ أن يكون كالميت بين يدي الغاسل، لا يحرك ساكنا، ولا ينكر على شيخه لو رأى، ولو رآه يفعل معاصي الله لا ينكر، لأن الشيخ أعلم منه ولا يغير شيئا إلا بمشورة الشيخ. وكل هذه أمور باطلة أيها الإخوة. كثير من العلماء حذروا من منهاج الصوفية أشد التحذير، وبيّنوا فسادها وخطرها على الأمم المسلمة، فينبغي الحذر منها ومن كل جماعة انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وينبغي أن نتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح في العقيدة وفي الشريعة وفي السلوك وفي الآداب، وأن نتعاون مع ولاة أمرنا في نصرة هذا المنهج الحق وفي الدفاع عنه وفي التعاون على البر والتقوى، وأن نصلح أنفسنا، نسعى لإصلاح أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا، نجتهد في هذا السبيل اجتهادا عظيما، وتكون النتائج طيبة بعون الله تعالى وتوفيقه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يبقي لنا هذه البلاد بأمنها وأمانها وولاة أمرها. أسأل الله أن يتم علينا جميعا نعمه الظاهرة والباطنة وأن يرزقنا شكرها. أسأل الله تعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتوفيقه، وأن يحفظهما بحفظه، وأسأله تعالى أن يوفق جنودنا المجاهدين والمرابطين على حدودنا، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على عدونا من الحوثيين ومن شايعهم. أيها الإخوة، وما فرقة الحوثية إلا فرقة من فرق الضلال الرافضية، وضعها الأعداء لمحاربة السنة وأهلها. وبين الصوفية وبين الرافضة الإمامية تقارب كبير في المعتقدات الفاسدة والمناهج المنحرفة التي كانت سبباً في ضلال أقوام من الناس. كفى الله المسلمين شرهم ورد كيد الأعداء في نحورهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.